جباتنا اليوم متواجدين في لابلايا في مدينة طنجة. كانت اليوم الحرارة مرتفعة بزاف بزاف، دونك جينا انا والاصدقاء ديالي كنبدلوا الجو هنايا شويه وكنعوموا، وتفاجئنا بالتطورات الجديده اللي وقعت هنايا، بحيث انهم عملوا لنا باراسولات وعملوا لنا هاد الكرسي ديال الخشب، عملوا لنا بزاف الحاجات جدادين. واو كان مكرهتش زعما اننا نحافظوا حتى على هاد النظافه ديال هاد البحر هذا، ولاحظنا ان البحر زاد نقى وعملوا لنا الناس اللي كينقيو لنا البحر وبزاف د الحاجات. وصافي كنوجه نداء للساكنه الى كان ممكن انكم تسوما تجيو للبحر، واللي يعمل شي حاجه انه يجمع جيبوا الماكله ديالكم جمعوها في الاخر، وراه الى لاحظتوا عملوا لنا بزاف ديال الحاويات القمامه باش ما يوقعش هذا المشكل هذا، يعني فين ما غدور غتجبر واحد الحاويه القمامه حداك تقدر تلوح فيها الزبل ديالك. ايوا دابا مع سخنات القضيه شويه والشمس والحراره وداك الشيء كنجيبوا الوليدات، الدنيا زويونه هنايا تبارك الله، لابلاج قادوها مزيان، عملوا لينا هاد لو باساج لي بيتون داك الشيء، الدنيا زويونه بزاف تبارك الله، نقيه ولات بعدا ولا امانتيان ديال لي بلاج وداك الشيء. اون بلوس تبارك الله طنجة غزاله، تبارك الله قادو كل شيء، عملوا الميدالات الشمسيه الا جاوا لي فامي لقاو الميدالات الشمسيه، وعملوا حتى لي دوش بعدا بنادم بعدا يعني كتكون واحد النوع ديال النظافه وداكشي، والحمد لله هادشي لي بيان اورغانيزي ومقاد داكشي، والله يقاد لكم الامور. السبب ديال الافتتاح ديال الشاطئ البلدي لمدينه طنجه، نتمنى هذا العمل لمقاطعه طنجه المدينه، وهذا يحيلنا الى الذكريات الجميله لمدينه طنجه في مطلع الثمانينات والتسعينات، وحيث نشاهد في هذا المكان وهذا الفضاء الجميل الشاطئ مجموعه ديال المنشات التي يعني تم وضعها من قمامات وبعض الرشاشات، وكذلك الشاطئ يحتوي على بعض القمامات المتنقلة في كل هذا الفضاء، وهذا يجعلنا نحن إلى الماضي الجميل لهذا الشاطئ الذي يذكرنا بكثير من الذكريات كأبناء هذه المدينة. ونتمنى أن تحافظ ساكنة مدينة طنجة على هذه المبادرة، وكذلك الزوار لمدينة طنجة أن يحافظوا على البيئة ويحافظوا على هذه الميزة التي يتميز بها هذا الشاطئ. السلام عليكم. مساء الخير عليكم. صراحة جيت اليوم من مراكش لطنجة، لقيت الجو غزال، البحر الشاطئ نظيف بزاف نقي، كل شيء زوين صراحة، دايرين هاد لي هاد مني كيدوزو شنو سميتهم ممرات الخشبيه، كاينين لي دوش، كاين زعما تو سكيفو زعما باش هذا مدلات باش الناس يجلسوا مرتاحين في الحقيقه. حقيقه كنشكر هاد الناس هادو اللي عملوا هاد المجهود الكبير هذا وزينوا التالي هذا، تبارك الله عليهم وشكرا لهم، الشوك كامل كيف جا عليهم هما، والحمد لله راه التالي راه نظيف ونقي، وعملوا لنا يعني القمامات فين نلوحوا الازبال ديالنا، وعملوا لنا يعني باراسولات ديال الدوله اللي ما كانوش كاينين، والحمد لله التوريست راه كيدخلوا كيعجبهم الحال، وحتى الساكنه طنجه راه عاجبه يعني كيعجبهم الحال ملي كيشوفوا هاد الشاطئ نقي بحال هكذا، وما كاين لا نفايات لا حتى شي حاجه هنايا، وحنايا فرحانين بهذا الشيء هذا، وما كاناش زعما كل عام يبقاو يعملوا لنا نفس هذا الديكور اللي عاملين لنا دابا كبدايه، وكنتمناو زعما حتى الاخوان ديالنا اللي يجيو يعوموا هنايا ان شاء الله، اللي يجلس في شي بلاصه يهز الزبل ديالو يهز النفايات ديالهم يعملوا في قمامه باش حتى الشاطئ يبقى نقي، وملي يجيو التوريست لعندنا يجيبوا الارض ديالنا نقيه ويعاودوا يجيو مره اخرى. دبرتونا دابا في الشاطئ ديال طنجه، تبارك الله الجو غزال، عدلوا لنا ممر خشبي، عدلوا لنا مظلات هنايا شمسيه، جات البلديه مشكوره عدلت لنا المسائل ديال لابوبيل، تبارك الله الجو غزال، تبارك الله مظلات منتشره في البحار، تبارك الله السباحه الناس كيسبحوا بزاف، وشاطئ غزال ونقي، الساكنه كنقول لهم بصحتكم هذا البحر الجميل اللي عندنا في طنجه، ونتمنى لكم تهودوا تشوفوا هذا الشاطئ هذا ان شاء الله.
الشاطئ واعر مزيون، النظافه مزيانه، وعدلونا هاد الطرقان ديال اللوح، ومساءو الدوتشات معدلين مزيانين، كندوشو كنخرجوا فحالنا كنمشيو نظافين. الشاطئ دائما كينظفوه كل الصباح، كيجمعوا داك مسائل ديال الزبال ديال البلاستيك ديال المسائل، كلشي هو هذاك، كلشي فيه امان الله يحفظه. انسان ما انت كتعرف كاين حتى المواطنين كيتعاونوا معكم شويه، كيهزوا داك البلاستيك يعملوه في ديك السطوله اللي عندنا تما ديال النظافه، والحاله بخير.